ماذا عن يوسف؟ هل سيعود إلى القصر؟ ماذا عن سحر ويمان؟ هل سيتزوجان؟ وما هي خطة إقبال الجديدة؟ وهل علي سيتمكن من إنقاذ كيراز؟ أهلا ومرحبا بكم محبي مسلسل الأمانة، إليكم توقعات الحلقة أو الإعلان الحلقة 46. نعم أصدقائي، في الحلقة القادمة يمان يتمكن من إنقاذ يوسف من العصابة التي خطفته، وأيضا يمان سيعاقب العصابة بكل ما يملك من قوة، وأيضا الخدمات الاجتماعية ستقدم قرار إيجابي ليوسف وسيمنح الحصانة حصانة يوسف لسحر ويمان. أما عن إقبال، سترى أن خطتها فشلت وستحاول من جديد تخطط لإيذاء سحر ويمان. نعم أصدقائي، أما عن كيراز، علي سيبحث عن كيراز بكل مكان وسينقذها في اللحظة الأخيرة ويعيدها إلى البيت. علي شاهد معاملة عمته لكيراز، عندما تعود كيراز إلى البيت ستنزع السلطانة كثيرا وستحاول من جديد من أجل مغادرتها بدون أي عودة. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. إذا أعجبك الفيديو اشترك معنا في القناة وفعل زر الجرس لكي يصلك كل جديد، ونتمنى أن تدعمنا باللايك فضلا وليس أمرا. ولا ندعكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.